نعم، الآن في حلقة هذا المساء ينضم إلي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأستاذ حسين داعي الإسلام عبر سكايب. مرحبا أستاذ حسين ومساك الله بالخير. السلام عليكم، أحييكم وأحيي مشاهدي قناة سعودية 24. وبالنسبة لقضية المشاركة في مراسيم يعني حفل أداء يمين الدستوري من قبل إبراهيم رئيسي المجرم، هذا الموضوع أثار غضب الكثير من الشخصيات السياسية في أوروبا وأمريكا وإذا منظمات حقوق الإنسان. مثلا اليوم إضافة إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي الثمانية، مجموعة من أعضاء المجلس يعني الفيدرالي الألماني، مجلس الاتحادي في ألمانيا، ومجموعة من الشخصيات المدافعة لحقوق الإنسان في ألمانيا بعثوا برسالة إلى جوزيف بوريل أدانوا مشاركة أنريك موروا في هذا الحفل. يعني إذا ننظر إلى هذا الحفل، من كانوا جالسين في المقاعد الأمامية؟ كانوا ممثل الهوسي يعني الإرهابيين، الممثل عن حزب الشيطان اللبناني، قادة ميليشيات النظام في العراق من حشد الشعبي فالح الفياض، هم كانوا جالسين في المقاعد الأمامية وكان خلفهم ممثل الاتحاد الأوروبي. هذا يعتبر يعني أثار غضب الجميع، لأن هذا يعتبر أولا تأييدا في لجرائم إبراهيم رئيسي، هو مجرم وأيضا هو أيضا إرهابي، كيف يعني يدعي الاتحاد الأوروبي يعني يدعم ويدافع عن حقوق الإنسان ويشارك ممثله في هذا الحفل. وفيه نعرف يعني هذه الجهود وهذه المحاولات من قبل الاتحاد الأوروبي وأي طرف آخر لن يعني يستطيع أن ينقذ هذا النظام من السقوط أمام غضب الشعب الإيراني. تعرف حضرتك الآن وصل بلغ عدد الوفيات في إيران من جائحة كورونا أكثر من 360,000، و يعني أعلن منظمة الصحة العالمية اليوم بأن إيران الآن في المرتبة الأولى من ناحية الوفيات والمصابين بكورونا، بينما هذا الرقم تعرف هم لا يعلنون الأرقام الحقيقية للوفيات الآن. يعني حتى المسؤولين النظام يقولون نحن نواجه إن الإيران شعب الإيراني يواجه تسونامي من يعني من الوفيات بسبب كورونا. والآن الشعب الإيراني وحتى في داخل النظام هم يعني يلقون اللوم على خامنئي نفسه، لأنه هو منع ورفض ومنع يعني شراء اللقاحات مناسبة، لقاحات من أمريكا وأوروبا. و إذا يعني تشاهدون شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، مثلا زوي الزهايا في إيران يصرخون ويقولون خامنئي قاتل، يقولون أنت قتلت مثلا زوجي، أنت قتلت زوجتي، أنت قتلت ابني وسننتقم منك. هذا بصراحة اليوم أحد حتى من المخرجين السينما في داخل إيران، هو يعمل في داخل إيران، بعث برسالة في شبكات التواصل الاجتماعي وقال خاطب خامنئي، قال أنت لماذا في البداية قلت هذا الجاء ليس مهما، وبعد قتل مئات الآلاف من الشعب الإيراني ماذا تقول أنت، لماذا أنت يعني يجب محاسبتك؟ هذا في داخل إيران. إذن لا يستطيع لا الاتحاد الأوروبي وأي دعم من قبل الاتحاد الأوروبي والآخرين و هذه المحاولات أن يعني يبحثون عن طرف مناسب في داخل هذه الحكومة. هذه حكومة مجموعة من اللصوص ومجموعة من الإرهابيين. إذا نظرنا إلى التركيبة اللي قد يعني الرئيسي يوم أمس قدم 19 أعضاء حكومته إلى مجلس شورى النظام، إذا نظرنا إلى خلفية هذه الأشخاص كلهم من بيت خامنئي والمؤسسات التابعة
لبيت خامنئي، مثل مثلا قوات الحرس، قوات القدس الإرهابية، وأيضا من مؤسسات التابعة للحرس مثل مقر خاتم الأنبياء، أكبر يعني مؤسسة تجارية في الشرق الأوسط، ومؤسسات التابعة لهم مثل مؤسسة المستضعفين. مثلا إذا نظرنا إلى قائمة العناصر اللي هو قدموهم تركيبة هذه الحكومة، هم مجموعة من المجرمين والقتلة. مثلا إذا نظرنا إلى أسماءهم، مثلا أحمد وهيدي، أحمد وهيدي هو الآن عينه كوزير الداخلية. أحمد وهيدي كان مؤسس قوة القدس، مؤسس قوة القدس، أول قائد فيلق القدس كان هو أحمد وهيدي الآن، وكان أيضا وزير الدفاع في حكومة أحمدي نژاد، وهو أيضا الآن يعني في قائمة يعني عقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب مشاركته في عملية تفجير مقر اليهود في أرجنتين، وأيضا مشاركته وأيضا قاد عملية التفجير في أبراج خبر في السعودية. هو الآن أصبح وزير الداخلية، عينه وزير الداخلية. أو مثلا وزير الطرق والتنمية، يعني أحمد قاسمي. يعني قاسمي أنت تريد أستاذ حسين أن تؤكد المؤكد أنه فعلا مجرم حرب بدليل تقديم هذه التشكيلة في حكومته، أنهم كلهم مجرمون وأصحاب سوابق، صحيح؟ طبعا نعم. وهو يعني رئيسي في يوم تنسيبه من قبل خامنئي، أصدر منظمة العفو الدولية وقال طلب من جميع المدافعين حقوق الإنسان، نعم، يطلبوا نعم، منظمة حقوق الإنسان، نعم، لتحقيق حول مجازر اللي ارتكبها رئيسي كان شارك فيها، وكان تحت صورتي وانتد، يعني هو شخص مطلوب. اذا كيف يمكن ان نعتبره رئيسا للشعب اللي هم يرفضه ويعرفونه؟ نعم. شكرا جزيلا. الاستاذ حسين داعي الاسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومه الايرانيه من باريس، شكرا جزيلا استاذ حسين. دكتور نايف بايجاز.